دينية، يعني والدي رجل دين وله بعض المريدين اللي يحضرون ويتعلمون يعني على المذهب اللي هو ماشي فيه. فأنا تربيت تربية دينية، يعني حاول أنه هو يدخلني المدرسة الدينية وأنا قلت له لا، أنا أفضل أني أنا أدرس دراسة تجارية. شيء اللي يعني اللي يلفت النظر أن فريج الفاضل عموما قريب من المحرق، وحتى كمسافة يعني بينهم وبين فريج الفاضل والمحرق مجرد الجسر اللي هي تي منطقة رأس الرمان، وبعدين على طول الفاضل، تقريبا رأس الرمان جزء من الفاضل يعني بين الفاضل والذواوده. فيعني ما تغير شيء كثير يعني من ناحية العادات ومن ناحية يعني يعني الألعاب. طبعا البحرين كلها يعني كلها منطقة صغيرة والكل ياخذ من الثاني ويتعلم من الثاني. فكنا صغار ونلعب كل الألعاب الصغيرة يعني ذي، بس أكثر أنا صار عندي اهتمام أكثر بعملية يعني القراءة الأدبية أو الاهتمام الأدبي من الصغر، لأن الوالد بعد عنده اهتمام بقراءة الشعر وكتابته، بس في المنطقة الدينية أكثر من أي ما يعني. فما كان تعجب القصائد العاطفية اللي أكتبها، يعني يقول لي أنت اكتب في حب الرسول، اكتب في حب الله، يعني بنقرأ لك، لكن تكتب يعني حق حبيبتك أنا مو مستعد أقرأ حق حبيبتك، أنا ما بقرأ لك شيء. في البداية كتبت طبعا نوع الأبيات الرباعية للأغنية كأغنية، فيعني صادف أن محمد الله يرحمه محمد حسن غنى لي أغنية عاطفية أو أغنيتين يمكن. وبعدين طبعا لما تطورت التجربة وبدأت أكتب القصيدة الشعبية والقصيدة الفصحى اللي هي من يعني أسلوب التفعيلة، اهتموا بالتجربة كثير من الشباب المثقفين وعلى مستوى الفنانين. خالد الشيخ اهتم بالتجربة وخذ الديوان وخذ منه أول قصائد لحنها، أول شريط نزل في أعتقد أغاني من ثلاث قصائد لي. بدايات خالد الشيخ، يعني بدايته اللي بدأ فيها ينتشر. قبل كان في الجامعة كان يلحن ومحمد الجميري يغني له، بس بعدين لا يعني قام يلحن ويغني هو بنفسه، وفي بعض الأحيان يعني يخلق الأغنية خالد، يعني يشرح مثلا للكاتب، يعطي بعض الصور والكاتب بعدين يتخيل اللي يريده في الأغنية ويكتب له. تجربة طبعا أول ديوان نشرته هو ديوان أشهد أني أحب، آسف، أحلام نجمة الغبشة اللي هو بالعامية، هذه أول ديوان لي. وبعد طبعا كل المجموعة اللي بالفصحى، لكن الرباعيات البسيطة اللي كانت في بداية قبل العشرينات في إيه يعني بالمرحلة الثانوية تقريبا بدأت أكتب. من اكتشف الموهبة عندك ولا أنت لوحدك؟ والله أنا طبعا في فريج الفاضل احنا عندنا نشاط فني ونشاط أدبي في الفريج، يعني في فنانين وفي أدباء، يعني واحد من اللي موجودين في فريج الفاضل الله يعطيه طولة العمر الأستاذ حسن كمال فوق أنه هو يعني مثقف ثقافة واسعة،
معروف في البدايات كمذيع يعني من أشهر المذيعين. هو شاعر يكتب بالفصحى ويكتب بالعامية، فهذه واحد من أبناء فريج الفاضل. غير مثلا جاسم شريدة الله يرحمه، هذه فنان مسرحي ومهتم بالفن بشكل عام. أنا وجاسم كنا في نفس المدرسة الابتدائية، ندرس مع بعض في مدرسة رأس الرمان، وكنا أصدقاء من تقريبا مرحلة الطفولة أو الصبا يعني نقول، يعني في سن 14-13 تقريبا. يعني قبل نتخرج من المدرسة كنا نقيم حفلة سنوية في شهر رمضان، برنامج شامل، خطابة وتمثيل، سكتشات غنائية، ليلة للنساء وليلة للرجال. فسنوياً كان في نادي التضامن، عندنا نادي اسمه نادي التضامن، هذه نادي ثقافي. احنا استلمناه بعد فترة، طبعاً الجيل الأول استلمه قبلنا، يعني في ناس كانوا، وما أدري حسن كانوا وياهم، الأستاذ حسن كمال أو لا ما أدري، بس كانوا مجموعة بعد من الفاضل ومن مناطق أخرى، بس الأغلبية من الفاضل. في فترة معينة اللي إحنا دخلنا فيها النادي وإحنا بداياتنا، كان رئيس النادي رجل دين، فهي كان يشجعنا على كتابة المسرحيات والأغاني، ورجل يعني دين منفتح. غير الوالد متشدد، غير انا والدي طبعا، يعني هذه كان شباب، يعني رجل دين شاب مدرس وخذ رئاسة النادي، وبالعكس يعني طور النادي، يعني ما كان ضد النادي، بالعكس وجه النادي توجيه ثقافي شامل. والدي بالعكس يعني والدي فتح لي المجال، ما يعني يمزح في بعض الأحيان، لكن ابدا ما منعني اني اكتب واعرف. بالعكس انا استفدت منه في اول عمل مسرحي لي، اول مسرحيه كتبتها يعني مسرحيه شعريه باللهجه العاميه، وحتى اعتقد في موضوع للشاعر علي الشرقاوي يكتب في الوطن كان، وكتب موضوع عن تجربتي الشعرية على أساس أنها هي بداية أو أول مسرحية تكتب باللهجة العامية. يحفظ بعض القصائد اللي في حب الرسول وأشياء يعني دينية كثيرة، بالإضافة أنه كان يعني بجانب الإمامة ويعني قيادة الناس في الصلاة، كان خطيب الجمعة في مسجد، كان فترة طويلة في قلالي في جامع قلالي، وفترة بعد بسيطة كنا دائما وياه، فترة بسيطة كان في أم الحصن، في جامع أم الحصن، وبعد فترة كان في الزلاق، فكان خطيب جمعة يعني دائما ملتزم. كان يقول لي أنا أبي لأن قلت السلام عليكم ورحمة الله أشوفك يا أما في هذه الجهة أو في الجهة الثانية، إذا ما شفتك معناته ميت. يعني الحمد لله تربية دينية، واستفدت منها وايد، يعني استفدت منها على الأقل في الجانب بالإضافة اللي في جانب المعلومات الدينية والمعلومات التقليدية العادية، يعني عن التقاليد والبلد العربية والأشياء هذه، فكان يشرح لنا أو يطلب منه يوجهنا، وفي نفس الوقت يعطينا قصص على هاي الموضوع، أي موضوع يضرب عليه مثلا قصة أو كذا. الحالة اليومية العملية، أنا كنت دائما فترة طويلة أو تقريبا كل سنوات عملي، ما عدا فترة بسيطة يمكن سنتين أو ثلاث، ولا كل حياتي العملية كانت بانكينج. يعني كنت شاطر في الرياضيات من البداية، يعني حبيت الرياضيات، حبيت الرياضيات مع الشعر، الرياضيات والشعر مع بعض كنا. لا بالعكس كانت حصة اللي احنا نسميها اللي فيها
لازم نحفظ قصائد. هذه كانت ثقيله علي في البدايه. يعني ما كانش في اي ايحاء ان انت هتكون شاعر في البدايه؟ لا، لما كنت في المنادي كنت اكتب كنت اكتب اغاني، اكتب قصائد شعبيه، وكتبت بدايات يعني بالفصحى، بس يعني بدايات الفصحى تحتاج طبعا طبعا ضبط، يعني ضبط اللغه، وهذه مهم، شيء مهم في البدايه. اي ما كنت اتجرأ اني اكتب بالفصحى وانشر بالفصحى، لكن العاميه لا، يعني سهل انك طبعا وبعدين يعني في بداياتي كنت انشر لما بدات يعني في بداية أسرة الأدباء والكتاب. أسرة الأدباء والكتاب تأسست سنة 1969. يعني في ذيك المرحلة أنا كان عمري تقريباً 21 سنة، والشباب الآخرين بعد طبعاً في نفس العمر، يعني الشاعر قاسم حداد، الشاعر علي عبد الله خليفة، الشاعر علوي الهاشمي، يعني كلها مثل ما يقولون حوالي في العشرينات، يعني يمكن بعضهم بعد حتى قبل، بس بعد يعني احنا هذه اقصد لما كانت تأسست أسرة الأدباء والكتاب كنا في العشرينات، لكن كتبنا من قبل، يعني من قبل العشرينات، من ايام المدرسة، من الإعدادية، وبعدين تطورنا في الثانوية، وكان طبعا وجود الدكتور محمد جابر الأنصاري في المشهد الثقافي بشكل عام، وهو مهتم بالأدب، مو بس يعني بالفكر السياسي اللي كان يكتب ضمنه، كان يعني بالعكس، فهو كان تقريبا قاد عملية التأسيس لأسرة الأدباء والكتاب. وحسب ما عرفت أن الاجتماعات الأولية كانت تصير في بيته، في بيت الأستاذ الدكتور محمد جابر. نعم، ما حضرت الاجتماعات؟ لا، أنا التحقت بالأسرة، الأسرة تأسست في سبتمبر 69، وأنا التحقت أنا ومجموعة ثانية وياي اللي هو الأستاذ على الشاعر علي الشرقاوي، والشاعر عبد الحميد القائد، وأنا، كلنا دخلنا في السبعينات، في بداية السبعينات، يعني تقريبا في يناير 70 بين التأسيس وبين دخولنا، بس كلنا عارفين الموضوع، يعني احنا كنا نلتقي بالشباب اللي يعني قدموا طلب التأسيس اللي هم 16 شخص. انت عندك اثنين بس ولا اعتقد فيه؟ لا، احفاد اكثر من الابناء. البنات ثنتين والاولاد ثلاثة. عندي الكبير مهند، وعندي منه بعد حفيد وحفيده، ومحمد ومنذر. اول شيء مهند الاكبر، ومنذر بعديه، وبعديه محمد، وكلهم متزوجين الحمد لله. اثنين متزوجين، وواحد ابى الا يتزوج الى حد الان. منذر زعلان من الزواج؟ يعني مش عارف، يعني هو وقراره، يعني ما نتدخل في قراراته. هو منذر اللي كتب، منذر يعني دراسة تقريبا انجليزية، حاول بالعربي شوية، لكن كتب نصوص جميلة جدا باللغة الانجليزية، ترقى الى مستوى الشعر، يعني فيها صور جميلة، عنده موجودة النصوص. وقلت له واصل، على أساس أن احنا بعدين ممكن نسوي أمسية مشتركة، أنت تقرأ بالإنجليزي وأنا أقرأ بالعربي وكذا، ما طورها، بس وللأسف يعني، بس تجربة جميلة. في البداية اشتغلت في شركة تجارية تابعة لعائلة الزياني، وبعديهم اشتغلت في بنك البحرين الوطني. طبعا بعد عملي في عند عائلة الزياني سافرت إلى أبو ظبي، بداياتها كانت ويحتاجون لموظفين،
فرحت اشتغلت في الجوازات في ابو ظبي في بدايه تاسيس الادارات اداره الجوازات، وتعرفت على ناس يعني سواء بحرينيين او اجانب بعد، يعني ما زالت علاقتي موجوده وياهم، وكتبت هناك بعد بعض النصوص، ومن بينها اعتقد عمل مسرحي ايضا تمثيليه، انا وواحد بعد يشتغل في مؤسسه ثانيه مصري ايضا عنده اهتمام بالتمثيل، فكتبنا النص ومثلناه مع بعض، وحضر وسويناه بمناسبه العيد الوطني للامارات، اول عيد وطني للشيخ زايد اعتقد او ثاني، وحضر شخصيا الشيخ زايد، مثلت انا دور حفار قبور. يعني انت اللي والف المشهد لا هو العمل كله فكره الاخ المصري اسمه محمد، نسيت اسمه الكامل، ومثلنا انا وياه تقريبا كريم، كنت اشتغل انا في الجوازات في منطقه يسمونها المقطع، اللي هي منطقة بحرية بين دبي، يعني في مثلث تقريبا بين دبي وقطر وأبو ظبي، فمن أبو ظبي اللي فساعات يصير فيه نوع من تهريب بعض العمال والموظفين وكذا يبونهم، فيمرون على المقطع. هني احنا قرروا أن يسوون مركز جوازات بحيث أنه يختم يعني وثيقة السفر للأهالي وليش يسمونه، فكانوا بعض الأهالي يرفضون يعني أن ينزلوا، خصوصا النساء يعني أن يجون، يتمون في السيارة فإحنا نروح، كانت شغلتنا أن احنا ما في جوازات، يعني ما انتشرت الجوازات، الكل عنده جواز، فقالوا لنا يعني يطلبوا منا ان احنا نتكلم وياهم، اذا عرفنا انه هو ظبياني على الاقل اماراتي يعني فخليه يدش باللهجه، لكن طبعا اذا هندي يطلبوا ما يعرف يتكلم وياك بالانجليزي، فإذا هذه تطلب جواز من عنده، إذا عنده جواز وعنده فيزا يقدر يدخل، ما عنده خلاص. موقف إن واحد من الـ يعني من أهل الدار على قولتهم رفض إنه ينزل الجماعة، ورفض إنه يخليني أروح أتكلم وياه، قلت له ما بختم لك يعني، ما أقدر يعني، لازم أنا أؤدي واجبي، وأنا ما أبي. قال لي لا ما خليك تطلع على حريمي، قلت له ما ابي اتكلم ما ابي اشوفهم، ما بشوفهم بتكلم وياهم بس بسمع الصوت بس، ما ولا تسمع. فكان وياي ضابط ضبياني بعد، من طبعا هم كلهم قبائل هناك، فعرفه قال له لا هاي شغل يعني الرجال بيأدي واجبه، وانا موجود هني لو كان اي واحد منهم ذلين الموظفين بيغلق على اي شخص من اهل الدار ما برضى، انا ظبياني وما برضى احد على رعايه ابو ظبي او على رعايه الامارات، لا خله فوافق، وقلت له يعني اسمح لي انا لازم اسوي هاي الشيء ولا انا بالعكس، فساعات تصير مواقف يعني من هالنوع، ساعات ان في ناس يعني في بالعكس يعني تستفيد من وجودهم او تعرف عليهم وتستمر العلاقه. من بين الاشياء اللي صادفتني واستفدت منها يعني كانت علاقتي بشخص الله رحمه اعتقد انه توفى، يعني كان مدير بنك، لما رحت ابو ظبي تاخرت مثل ما يقولون تعييني في إدارة الجوازات، وانتظر مثلي مثل الآخرين، أنا أقول لي متى أنتظر؟ رحت السوق وشفت بنك أبو ظبي الوطني
دخلت، كان المدير هناك وفي مجموعة من الموظفين العراقيين، فأخذوا عليه امتحان وقالوا تعال باكر اشتغل. فاشتغلت عندهم وبعدين طلعت عيني ورحت حق المدير وشكرته وكل شيء وقلت له يعني أنا خلاص. قال لي، قلت له إيه خلاص أنا الحين صار تعييني وكذا وبروح. قال لي قاعد وينك أفضل لك وذيك. قلت له لا. فاشتغلت فترة بسيطة يعني يمكن حوالي شهرين. إيه وصل شهر رمضان قلت أنا الحين هني رمضان وصيام. إيه وين أجواء رمضان دي؟ قدمت استقالتي ورحت أسلم على هذه مدير البنك وودعه. قال لي ليش ما يعني خليك هني أنا بأخذك شغل عندي. قلت له لا بروح. قال لي عندك شغل في البحرين؟ قلت له لا. قام عطاني كارت حق واحد مصري في البحرين، يعني مصري أمريكي في البحرين جاي يوظف ناس حق سيتي بنك أول في 69 أعتقد سبتمبر 69 كان بيبتدون يقابلون. رحت له وقال وعطيت الكارت. قال لي من وين تعرف؟ قلت له كذا 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 وأنا الحين خلاص برجع البحرين. قال إحنا للحين ما بتدين نسوي لقاء مقابلات ولا شيء، اترك لي تليفونك وبتصل. والله في خلال يعني يمكن أقل من شهر في رمضان اتصل فيني قال لي تعال حق مقابلة. الحمد لله استغلت.